لا يا علي، لا يا علي، لا يا علي. انجي افتحي يا انجي. هي بالرقة دي هتسمعك، لازم تقولها يا انجي يا انجي انجي. اعوذ بالله. حاضر، جاية جاية. اه يا ركبي يا يما. حاضر جاية. انجي افتحي يا حبيبتي. استني بس، دول تعبان جدا. الله، انجي ما تقومي تاكلي معانا يا حبيبتي. مش عايزه اكل حاجه، عايزه انام وبس. هتفضلي مهزومه كده لحد امتى يا حبيبتي؟ انا مش مهزومه، انا اتغدر بيا. والله انا اسفه جدا اذا كنت انا سبب في اللي حصل ده. مش السبب ولا حاجه يا كوكو، هو اللي ما صدق كان بيتلكك. بقول لك ايه يا انش، كل الرجاله يا اختي بيتلككوا لمراتاتهم، ولو كل واحده هتتطلق عشان جوزها اتلكك لها كان زماننا كلنا متطلقين. ايوه، لو ما كانش حصل النهارده كان حصل بكره ولا بعده. الرجاله كلها ملهاش امان. ما تجي بقى غلطتك انت، اللي كان لازم تأمني نفسك بنفسي، يعني تعملي زي مثلا اول ما اتجوزت يوم كاتب الكتاب مضيت شعبان على وصولات امان عشان يوم ما يفكر احباسه. والله برافو عليكي، انا بقى لو سمير عمل كده هقتله وورثه. انا مش فاهم يعني انتوا عايزين يعمل ايه بالظبط. تعيشي يا حبيبتي، تتمتعي بالدنيا، تعيشيها بالطول وبالعرض زي ما هو عامل كده بالظبط ومفارق، مش فاهمه. واول حاجه بقى تقلعي القمطة بتاعت أم ديكدك دي، جايبالي اكتئاب خنقاني الحقيقة. بس مريحاني. مريحاك أنت وتعبانة أنا، كلي. ماشي. ها؟ عايزة طعمية. عايزة طعمية بالقمر؟ لا خدي بيضة أقرب لي، طعمية بعيد، امسكي. يلا امسكي، عايزة إيه؟ طعمية. طب ما توطي تاخديها. إديني أنا بيض عشان أعمل شعبية. خدي يا حبيبتي خدي. الطلاق ده حلو بشكل. خش على اللغة. خش على اللغة. ايوه الحته دي، الحته دي حلو قوي. ايوه بس خش على القفا عشان شعبان بهدل. الله. يا سلام. قسم وسمعني. انا نمت. مين دول يا مامي؟ دول اكيد الناس بتوع فيلم سيف العداله. بصي اهو الولد ده شبه بروسلي. بس يا اولاد بطلوا قله ادب، يلا روحوا على اوضكم، ما تطلعوش غير لما ناديكم. طب مامي انا عايزه حد يعمل لي مساج زيكم. مساج ايه؟ انت لسه صغيره على الكلام ده. بعدين بعدين هتتجوزي ويطلع عينك. ادخلي. بقول لك ايه يا جوكو، معلش يعني اسالك سؤال كده بس من حقي اساله، هي الجلسات دي تقريبا كده بتكلف كام؟ جوجو دي نامت دي ولا ايه؟ جو جوجو. لا انا صاحيه صاحيه بس مكسله ارد عليك. يا حبيبتي عندك حق بصراحه. بصي يا حبيبتي بقى، الجلسات دي بالاعشاب بالزيوت الطبيعيه، واللي واقفين دول جايين من الصين علينا كده دايركت، وكل واحده مننا العمليه دي بتتكلف 3000 جنيه. الواحد يعني اليوم ب 3000 ها؟ يوم ايه يا حبيبتي؟ كل نفر فينا بيتكلف 3000 جنيه. نعم 3000 جنيه؟ ايه؟ يعني احنا التلاتة ب 9000 جنيه جوجو؟ وتقولوا لي يا زمينة يا انجي علشان اخرجك من حالة الاكتئاب، امال لو عايزة تجيبي لي اكتئاب كنت عملتي فيا ايه؟ نهار اسود، 3000 جنيه في سلطة بلدي؟ امال يا اختي لو كانت شيكن سيزر سلطة كنا دفعنا كام؟ انا اعرف. اشتغل يا ماما بذمة بقى. ها وانت كمان كمان اديله. أيوة. جامد. لا 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 يا 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 أكتر. مش قوي كده. لا يا ابني مش كده قوي. 9000 جنيه يا حبيبي مش كده. اشتغل يا بنت، انا هوديك تمسحي الشقه. هات يا بنت واخده 3000 جنيه. احنا دافعين تمنها السلطه. طلع عينك بيض. هاتي اوعي تاكلي اللي كانت على مناخيري دي. كل الكلة اللي كانت على خدي دي كل جميلة دي اللي على خدي دي حلوة.
خلاص يا مستر، خلاص يا مستر، كفايه يا حبيبي. لا انت ما تبطليش، اديها بقى. والبتاعه دي ايه؟ ده تلاقيك كاتل بقى يعملوا لنا دور شاي عشان نحبس السلطه. مش عارف مامي بتعمل ايه بره، فاكره نفسها كيم كارداشيان، نفس جو الافلام القديمه اللي هي بتحبها. يعني ايه؟ مش فاهم. بابي سابها، يبقى لازم تبدا حياتها كلها من اول وجديد. شفت الحوار ده في مليون فيلم قديم وكلهم ساقطين. بس انا شايف مامي ان هي قاعده مع الناس السنين، ومش السنين دول اللي بيمشوا على الحيط. بيمشوا على الحيط ايه يا سوني؟ انت فاكرهم صراصير؟ دول دكاتره التجميل. طب هما جايين يعملوا ايه في مامي؟ جايين يصنفروها ويظبطوها. قصدك نجارين بقى مش دكاتره. بيقولوا ايه؟ شكلهم بيتفقوا علينا كده هيقتلونا. ده ممكن يطلعوا عصابة على فكرة، متنكرين بتوع مساج ويموتونا. وشي هيفرقع. ايه ده؟ يا 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 في ايه؟ في ايه؟ الايدين اتغيرت ولا ايه؟ مالك ايدك ضعفت كده ليه؟ اشتغل. مامي عاملة كده ليه؟ ايه؟ مامي؟ تقريبا بتعمل صنفرة ودوك وبتوضب. يعني ممكن ترجع زيرو تاني ولا ايه؟ طول ما إرادة الأمل موجودة إن شاء الله هنشطب. وأنا عندي إرادة أقوم أضربكم أنتوا الجوز بالجزمة القديمة. إيه ده؟ بتضربي مين؟ هي جوجو مش أنتوا طبعا، العيال واقفين وراكم. عيال؟ ومفيش أمل إن أنتوا تفلتوا مني النهاردة، إيه رأيكم بقى؟ يعني بعد تعب السنين ده كله هتجري ورانا وتبوظي التشطيب السوبر لوكس اللي في وشك ده؟ ما يصحش، ما ينفعش. إلهي شطبوك انت وهي في يوم واحد، ايه رايكم بقى؟ انا لازم اهتم بنفسي علشان التعب اللي شفته مع ابوكوا. انا كنت مكبوته. امشي يا واد انت وهي من هنا، امشي. ادب، اشتغل اشتغل اشتغلي دوك 9000 جنيه. قوي قوي.